الست اللي اسمها كنا كده بقى على تيري بيرسون تفصيل تفصيل بالنسبه لي. طيب اول حاجه هتعملها المفروض قلم تثبيت رقم 10 في السلسله المحاور. نفس المحورين الرئيسيين الاول المفروض المسافه بينهم بتيجي للسلاح بتاع البروفيجر ومضروب في السكيل. يعني احنا لو شغالين في سكيل 21 واحد 25 ده السكيل اللي بنشتغل بيه. يبقى طول يا جماعه الضرب 4 5 اللي هيبقى عرض ولا تحصيل فقط يا اما 45 وكده كده اللي هم عرضها متر فمش هيكون في مشكله في الموضوع ده. طيب بعد كده نرسم محور اخر يونس المحور ده مش نفس المحور الطارئ. طيب بعد كده احنا رسمنا القلم محاور القلم ومحاور الفار. طيب بعد كده عندي في المفروض الشيب كامل الاف عندي او الارتفاع بتاعه 2.5 متر خلاص. هتيجي هنا نفس المحور نفس المحور الجزء العلوي من الشيب والمسافه دي عباره عن اف. طيب بعد كده هنيجي المسافه ال 15 دي كانت متقسمه لثلاث مسافات هنا متقسمه كل 5 متر فهنيجي نفس المحور اللي هو نفس المحور الهانجر محور تاني يمثل محور الهانجر تاني هنوصل النقطة دي بالنقطة دي خط خفيف برضه سنتر نفس الكلام بالنسبة للنقطة دي كده بقى عندي المحاور بتاعت كل الإليمنتس اللي احنا صممناها بالنسبة للترابيزية. طيب بعد كده هنبتدي نرسم حدود الخرسانة. طيب لما نيجي نرسم حدود الخرسانة لازم احدد مكان الطباع اللي انا واخده عشان ارسم الطباع الرأسي. طيب احنا عندنا فتره الارض كانت ابعادها 15 في الاتجاه الثاني كانت حاجه 40 خدنا ترابيزيه وشيل كل 4.5 متر هنعتبر ان ده 4.5 متر. طيب لو جيت انا خدت القاع هنا ده سميته في تمام. طيب في الحاله دي انا هقع في الشد فهاجي بالنسبه للحاجات اللي هي مركبه على الشد اللي هي عباره عن الكلاب الهولو بلوك والكاميرا السكندري كل ده مش هيظهر معايا لان انا هقع في الشد نفسه. طيب لو خدت قطاع تاني قلنا هنا كده القطاع بي بي ده هيظهر فيه الشد عباره عن ثقاب خلاص بيبان فيه الشد كانه ثقاب وهيبقى القطاعات كلها موجوده في البلاطه وفي الكاميرات السكنه. طيب المفروض ان انا لو بعمل تفاصيل تثبيت انا عايز ابين حاجتين. احنا التصميم اصلا قلنا ان احنا بنحاول ندور على اريا كونكريت واريا ستيل دول بيترجموا في اللوحات
الاريا كونكريت بتبقى عباره عن ابعاد بي في بي، والاريا سبيد بيبقى عباره عن تسليح كام باي كام. اللي بيظهر عندي في اللوحه المفروض ان انا عايز اظهره في اللوحه هو ابعاد الخرسانه وتوزيعه الحديد واماكن الاسياخ، ده اللي احنا عايزين نظهره. طيب فالمفروض انك انت تظهر الاثنين مش تظهر التسليح ده، فعشان كده المفروض ان انا لو شغال بره ارسم القطاع ايه كامل تمام، ابين عليه ابعاد الخرسانه بالنسبه للشد وابين عليه تسليح الشد، ارسم القطاع بي بي عشان ابين عليه ابعاد الكاميرا السكندري وتسليحه، ونفس الكلام بالنسبه للاطراف. طبعا انت هنا في الامتحان هيكون الموضوع صعب شويه انك انت ترسم قطاعين كاملين تمام بكل التفاصيل، فعشان كده اللي بيحصل ان احنا بنقسم الشكل نصين بما اني عندي فيه تناسل، وبيبقى عندي القطاع شكله جزء هبين عليه الكونكريت دايمنشن، والجزء الثاني هبين عليه تفاصيل التسليح. خلاص يبقى انا عندي هرسم الشكل الجزئين، جزء هبين عليه تفاصيل التسليح والجزء الثاني هبين عليه الكونكريت دايمنشن. طيب اللي هيبان فيه الكونكريت دايمنشن اكتر هو الجزء اللي جاي من القطاع بي، لان عندي الشد نفسه هيكون عباره عن اسقاط تمام، فانا مش هشوف حديد جواه. القطاع هيكون في الكاميرات السكندري، بس في الحاله دي انا ممكن ارسم الكاميرا ما ارسم لهاش تسليح يعني هذا، فلما انا اقع فيها وببين كونكريت دايمنشن فانا في الحاله دي ممكن احشرها تحشير خرسانه، فكده افهم ان الجزء ده ببين فيه ابعاد مش ببين فيه تسليح، بس لازم ابين الابعاد بقى، اكتب الابعاد بتاعتي، مش مجرد انك رسمته هتاخده الدرجه رسمه عشان اعرف ابعاده، وابعاده دي حاجه من اثنين، يا اما رسم تو سكيل فانا اقدر اقيس، لكن اللي بيحصل في الطباعه والرول اللي احنا بنطلع عليه الابعاد بتختلف شويه، فلازم كمان تكون كاتب الابعاد. فعشان كده هناخد الجزء اللي على ناحيه اليمين ده هنرسم عليه كونكريت دايمنشن. طيب هتيجي نرسم الشد في الاول، عندنا العمود كان عرضه 80 سنتي، تاخد 40 سنتي يمين و 40 سنتي شمال، نفس الكلام هناخد 40 سنتي يمين و 40 سنتي شمال، وهنا برضه 40 سنتي فوق 40 سنتي تحت. طيب هنيجي هنا ده كان 30 سنتي او 25 هنرسمه، بعد كده كان عندي 30 برضه الطاي 40 هنرسمه كده، نفس الكلام بالنسبه للطاي. طيب احنا هنقفل الجزء من ناحيه اليمين اللي هو بتاع كونكريت دايمنشن، خلاص اللي هيحصل انك انت دول الزوايا القائمه دول هيكتبوا كده، هنا ده برضه هيكتب مفيش مشكله، ده على المايل هيكتب كده. تيجي هنا للزاويه الصغيره دي بنيجي بنقول ان هنا لازم يكون في مسافه ما تقلش عن 30 سم، يبقى الحته دي ما تقلش عن 25 سم او 30 سم. ليه طيب بنعملها كده؟ طبعا انت على الرسم سهل انك انت تقفل المثلث على صفر، لكن في الطبيعه عشان ينفذ لك هو الحته اللي معقول فيها الزاويه دي على زيرو، ففي الحاله دي هتلاقي الجزء اللي جوه ده مش هتعرف تشكله بخشب، ولو شكلته بخشب الخشب ده مش هيطلع تاني من الصفحه، عشان كده الجزء ده بيبقى بالشكل. طيب الخط ده هيتقفل مع الخط ده بزاويه قايمه، ده هنمد على رقمته، هنقفل ده برضه هنمده، هنمد ده لغايه ما يتقفل، ده كده شكل الشد ناحيه اليمين. طيب احنا قاطعين في ايد البلاطات، والبلاطات عندنا كان
عشان ده كان سقف مستغل، فلو نزلت البلاطه شويه في الحاله دي هيكون الارضيه دي مش مستويه ويظهر فيها الطارق. خلاص. طيب بعد كده عندي كان في سكندري بي هنا، وكان في سكندري بي هنا. طبعا القاع بتاع الكاميرات ده المفروض يكون في نفس مكتوب بالشكل ده. طيب نيجي بقى بالنسبه للبلاطه نفسها، البلاطه عندنا هنا كانت عباره عن هولو بلوك سلاب. خلاص. طيب القطاع هتقطع فين؟ هنا هتبقى قاطع في الرب، ففي الحاله دي واحنا بنبين ابعاد خرسانه هتهشر الرب في المنطقه دي كلها، تمام، اللي هي البلاطه هتبقى متهشره. يا اما انت عايز تقول ان انا عامل هولو بلوك، عشان كده هتقطع بين ربين. يعني احنا دلوقتي هنا هيبقى في بلوك وهنا في بلوك. لو انا حفرت القطاع زي ما انا رسمه كده في الحاله دي، انا هقطع هنا في الرب، فكل اللي هنشوفه عمق الرب اللي هو سمك البلاطه، وكل ده هيتنشر خرسانه، فمش هيبان معايا نوع البلاطه ايه. لكن انا لو قطعت في البلوك في الحاله دي هتظهر معايا البلاطه، هيظهر معايا جزء سوليد هنا. نفس الكلام بالنسبه للجزء ده. طيب الجزء اللي في النص ده هتبان البلوكات عندي مرصوصه جنب بعض، عشان عندنا هنا ده وان واي في الاتجاه التاني. نفس الكلام الجزء ده هيبقى بالشكل ده. انا كده قطع في البلوكات، بيظهر معايا البلوك. طيب لما انا عملت كده سهل جدا بالنسبه لبلاطه الهولو بلوك ابين عرض الصوت بارت كام قد ايه. خلاص. واقدر ابين التفاصيل بتاعتي، صوره البلاطه لفوق وارتفاع البلوك. طيب اللي باقي بقى، يبقى احنا كده الاسود ده عباره عن البلوكات، اما الجزء ده فانا هقطع فيه الخرسانه، تمام. بس احنا هنا بنبين كونكريت دايمنشن بس، هنقشر تنشيط خرسانه للبلاطه الصغيره اللي فوق والسوليد بار والسكات اللي فيه بالشكل ده. طيب ده بالنسبه للبلاطه اللي تحت. بالنسبه للبلاطه اللي فوق، فاحنا كنا خدنا بلاطه هنا بس، نيجي على نهاية الشد من فوق، ناخد خط ده كده يمثل البلاطة من فوق، ننزل سكندري بيم، بعد كده هيبقى فيه بلاطة والبلوك بالشكل ده. هنقشر بلاطة وخرسانة. الجزء ده عباره عن البلوكات اللي احنا رسمناها تحت الاسود. طيب كده ناقص ايه؟ ناقص ان انا عندي كان في كاميرا بره. خلاص. فدي المفروض ان احنا ننزل الحبل بتاعها عن طريق بوست، واحنا ما صممناش البوست لغايه دلوقتي، فانت بعد كده تبقى تحذف عشان نصممه بمعدل في العمود، فده هيبقى البوست اللي موجود هنا. المفروض ان الخطوط دي كلها تبقى على لاين واحد، ادي هيبقى البوست بتاعي بالشكل ده. انا طبعا قاطع في النص، فالبوست ده هتشوفه اسقاط بره. خلاص. يبقى انا قاطع هنا، فالبوست عندي هيبقى في النقطة دي، فهيبان. طيب كده أنا رسمت الحاجات اللي مطبوعة، يعني أنا دلوقتي البلاطات اللي تحت والبلاطات اللي فوق كانت فيها القطاع اللي هو بي بي. خلاص. أنا رسمتهم، عندي قطعت في الرب وقطعت في البلاطة الهولو بلوك.
لاب فبان عندي البلوكات وبانت عندي البلد. طيب لغايه هنا تمام، انا خلصت رسم، بس انا اصلا عامل الجزء ده عشان ابين عليه الكونكريت دايمنشن، خلاص الابعاد الخرسانيه. فمش مجرد انك رسمته هتاخد درجه، انا عايز اشوفه عشان اشوف ابعاد الخرسانه. فكل حاجه هتظهر معاك في الكونكريت دايمنشن لازم تحط الابعاد عليها. فتيجي كده عندنا هنا القلم، هتيجي تحط كده وتكتب عليه ده 80 سم. عندي الطول هنحط كده دايمنشن، نكتب على ده 40 سم. طيب بعد كده عندي الهنجر كان 30 سم في الصاع الشكل ده، تمام؟ طيب بالنسبه للهنجر في هنا نقطه برضه ناخد بالنا منها، ايه هي؟ لو انت عملت الهنجر بتاعك 25 في 25 فالحته دي مش هتبقى كده، خلاص. لو انت عملته 25 في 25 معنى كده اما تيجي تحطه في النص بالظبط هيبقى في 5 سم زياده، 2.5 يمين و2.5 شمال، لان عرض الشد كان 30 سم، تمام؟ ففي الحاله دي الاسقاط لو انا عامل الهانجر 25 فالخط ده هنشوفه مقفول، الحته دي هنشوفها مقفوله كده. فالاسقاط فيها 2.5 سم ردود لفوق، ده لو انا عامل 25 25، طيب احنا عاملين 30 30 وبالتالي الجزء ده احنا شايفينه مقطوع على بعضه عشان عرض الهانجر بالظبط زي عرض الشد. طيب كده انا عندي العمود الطاي الهانجر نفس الكلام بالنسبه للبوست، هنا ده هيبقى 30 سم، هنا خط دايمنشن مايل ده هيبقى 80 سم، هنا الجزء ده هيبقى 80 سم. كده انا بينت الدايمنشن بالنسبه للشد نفسه. طيب هتيجي بعد كده انت واخد قطاع خلاص وعايز تبين الابعاد، فانا عندي السكندري بيم، احنا كان عندنا 3 سكندري بيم، دي كانت بي 1 دول الاثنين، دي كانت بي 2 تقريبا ودي كانت بي 3. ترجع للتصميم وكل كاميرا من دول هتحط عليها الدايمنشن بتاعها بي اي، نفس الكلام هنا بي دي كانت بكام؟ طيب نفس الكلام الكاميرا بالظبط، ادي دي ادي بي، فحطيت الدايمنشن على الكاميرات بايد مين؟ البلاطات. البلاطه يهمني جدا اعرف عرض الصوره الفرد قد ايه، خاصه ان الحته دي في الريب اللي كانت تحت هنا في الصوره الفرد مش هيطلع 25 سم، لكن على الطرف هنا ده احنا عارفينه ده مينيمم عشان المومنت هنا صفر، فده عباره عن 25 سم. البلاطه هناخد عليها دايمنشن كده، ده هنكتب عليه 20 وده هنكتب عليه 5، دي كده ابعاد البلوك. طيب نفس الكلام هنا ده هيبقى 25 وهنا 25 وهنا ده هناخد كده نكتب على 5 سم وده 20 سم. اي بعد تعرف تحطه او ظهر معانا في القطاع هتحط البعد عليه. طيب ده كده بالنسبه لمين؟ للجزء اللي هو ناحيه اليمين. طيب ده صعب. طيب هنيجي بعد كده نروح للجزء ناحيه الشمال، المفروض ان انا اقطع في الشد، فهشوف هنا هنشوف الباي نفسه من جوه، هنا هنشوف الشد،
هشوف الشيرت نفسه كقطاع خلاص، فكل العناصر بتاعك عشان انا اقطع على المحور هشوفها مفتوح على بعض، يعني الطاي مفتوح على الهانجر، مفتوح على الشيرت، مفتوح على العنق. طيب عندنا برضو الجزء ده ما نسلوش، ده موجود معايا برضو عند القطاع اللي انا هاخده على محور A، ده هيكون موجود معايا. ما تيجي تطلع المفروض انت كده قاطع فين؟ قاطع في الجزء، لو قلنا ادي الشيرت وادي الشيرت، فانت قاطع في الجزء ده تمام. فانت لو عندك غلطه هولو بلوك هتكون عندي بلوكات في المنطقه دي، والمنطقه اللي هي هنا بين دول المفروض ان هي دي هتبقى منطقه سوليد بين الجزء ده والجزء ده. فعشان كده هنشوف البلاطه بسمكها كله 25 سنتي، عشان كده انت تقدر تاخد هنا برضه دايمنشن تقول ان دي كلها سمكها 25 سنتي. خلاص المفروض ما هيبقى فيها تسليح بتاع السوليد بار تمام. طيب وبعد كده هتشوف الكاميرا اللي من بره دي برضه هيجي يقطع فيها. طيب هتيجي بعد كده عندك بما انك قطع المحور فدول هيفتحوا على بعض، وعندي برضه هنا الطاي على البوست على الكاميرا هيكون مفتوح، وهيكون مفتوح هنا يعني هيبقى ده كده شكل القطاع بتاعنا. في الحديد هيبان بقى الجروب بتاعتنا شكلها ازاي. طيب طيب الجزء الاهم بتاع التسليح المفروض انت هتشوف تسليح الطاي والهانجر والشيد خلاص، وكمان هيظهر معانا جزء بالنسبه لتسليح البلاطات والكاميرات اللي موجود عند الطاي في الجزء، عند الشيد في الجزء اللي فوق. طيب احنا اللي يهمنا في الكلام كله تفاصيل تسليح الشيد خلاص شكلها ازاي، عشان دي جديد علينا، لكن البلاطات والحاجات دي هنرسمها اوتوماتيك مفيش مشكله. طيب عندنا في الاول الشد نفسه لما صممناه القطاع بتاعه طلع كومبريشن فيلير خلاص، لما طلع كومبريشن فيلير حسبنا النيو، وبعد كده حسبنا الاريا ستيل والاريا ستيل داش، واصلا كان فرضنا ان الاريا ستيل بتساوي الاريا ستيل داش. فالقطاع الحديد الرئيسي اللي طالع من الديزاين بتاعه موجود فوق وموجود تحت تمام. طيب انت بعد كده المفروض عشان تكمل القطاع ده كنت هتيجي هنا تعمل كانه تاخد الاسياخ. طيب الكانه دي تسال نفسك لما تشوف اي قطاع في كانه بالشكل ده العرض ده 30 ولا ازيد ولا اقل تمام. عندنا العرض 30 فاحنا الكانه ممكن تكون فرعتين بس، لكن لو كانت العرض 40 يبقى في الحاله دي لازم كانه باربع فرعات. طيب دي كده الكانه بتاعتنا، المسافه دي هنحط فيها سايد بار، عندي العمق ده 80 فهيبقى فيه اثنين سايد بار موجودين هنا، فده كده القطاع اللي طالع من التصميم. عايز ترسمه في الاول مفيش مشكله، يعني انا رسمته في الاول عشان يبان التفاصيل بتاعته، ده طبعا بيكون بسكيل 1:10. طيب فده كده الشكل المفروض ان انا عايز ارسمه على القطاع بتاعه. طيب يبقى انا عندي حديد اللون احمر ده هيجي هنا في الشد، المفروض في حديد تحت صف واحد، في حديد فوق برضه صف واحد، نفس الحكايه هنا في حديد مكمل وهنا حديد مكمل. طيب هنا انا وقفت عند السنتر، ليه عند السنتر؟ لان الجزء ده بتاع الكونكريت دايمنشن فده هيكمل، لكن انا هرسمه لك هنا كامل عشان تعرف شكل الحديد شكله ازاي. طيب فهنقول هناك هنعمل له ميرور، لكن الناحيه دي بقى المفروض ان انا عندي القطاع ده نكمل مع بعضه، ده هو عباره عن الشد، فالحديد هنا المفروض انه مكمل بالشكل ده. طيب اما تلاقي حديد اتنى اي في الفريمات او في الشد عامه هتدور ان دايما السيخ ده بيكون شايل
شكل خلاص. طيب هتدور على محصله القوه دي كده، فده معرض لشد الناحيه دي، شد الناحيه دي، فالمحصله هتكون لبره لبره، فهنا مش هينفع. طيب ده حلناها، كنا بنعمل لها يا اما مقص يا اما كرباتر، فهنا هيبقى المقص اسهل من الكرباتر. مد ده 60 فاي، مد ده 60 فاي. طيب ده بالنسبه للسيخ اللي تحت. بالنسبه للسيخ اللي فوق يعني مد ده كده، هتلاقي ان ده شد وده شد المحصله جوه، فمش محتاج اي حاجه. طيب ده كده بالنسبه للشركه. طيب هنيجي بعد كده هنا هيكمل، هتعمل له ميرور بالنسبه للجزء ده، انا همده لغايه نهايه الشد، ده همده لغايه نهايه الشد. طيب نرجع بقى هنا نسال نفسنا، هل هنا في عزوم تتنقل ولا لا؟ احنا دلوقتي مع صممنا قلنا ان الشد هنا اتصاله عبارة عن انش، اتصاله مع العمود، فمش هقدر انقل الحديد للعمود، يعني الحديد الشد مش هيدخل جوه العمود، وهنا كده انت ابتديت يبقى الموضوع فيه فيكسد، وكده هيبقى فيه عزم باثنين. فعشان كده المفروض ان انا عند النقطة دي وصلت خلاص الحديد رب عني، فالمفروض من النقطة دي بديله 60 فاي بالشكل ده. كده الحديد الثاني المفروض ان انا اديله 60 فاي في الاتجاه ده. طيب ده كده تصميم او تسليل الشد. طيب نيجي بالنسبه للكرب، هيبقى نفس الكلام، العمود هيبقى كده نفس الكلام، هيكون التسليح كده هيبقى 4 فاي 18 كده و4 فاي 18 كده، دول مكتوبين بكلمه واحده اللي هي فقرتين، وبعد كده هيكون في 2 سايد بار هنا اللي هم 2 فاي 12 كل 30 سم فهيبقوا. طيب في الحاله دي هنرسم برضه الحديد اللي على الاطراف، الشكل ده. طيب ده هنا بنمده المسافه بتاعتنا اللي هي 60 باي كده، ده بنمده مسافه ال على 4 تقريبا. دي بنعملها ليه؟ مش عشان ان انا اعمل فيكسد ما بين الاثنين، هي الفكره ان احنا لما جينا في تصميم الويند قلنا ان في عزم هيحصل صغير بيتنقل ما بين العمود وما بين الشد، فالحديد ده بيغطي لي العزم بتاع الويند دول، خلاص؟ طيب يبقى هاخد الحديد اللي من بره ده وادخله شويه. طيب كده بقى عندي ده تسليل الكرب. طيب نيجي بعد كده للطايب، الطايب تقريبا مش فاكر طلع 18 سي فاي 20 او حاجه كده لو تفتكروا. 18 فاي 20 ليه 18 فاي 20؟ العمود لا مش سطر رباط دي، هنخليها تغطي العزم، هنحطها ان كلها على 34 اهو، لا 34 تمام. دي المسافه دي تبقى ال 10. طيب بعد كده عندنا بقى الطايب، الطايب كان 18 سيخ، 18 سيخ دول بنوزعهم ازاي؟ 10 فاي 22 الكرب 10. طيب هنيجي للطايب كان 10 فاي 22 30 في 40 كان 10 فاي 22 كانوا 10 10 فاي 22. طيب 10 فاي 22 قلنا 10 دول هنقول هنا في 4 سيخات، هنا 4 اكسيات، وهنا سخيف. هيضربته بكام؟ وكده المفروض الحته اللي 40 سم دي يظهر فيها كام سيخ؟
يظهر فيها اربع خطوط اللي هم يمثلوا الاربع اسياخ. طيب دول نرسمهم هنا. ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي اربعة. طبعا المفروض الطايف بطول الشد كله ما يبقاش فيه اي وصلات، يعني لازم السيخ ده يكون سيخ واحد بيبتدي من النقطة دي ومنتهي لغاية الاخر هنا. طيب مكتوبة طلبية خاصة، لو اضطريت في النص اعمل وصلة تمام، مش هتبقى وصلة عادية، مش هتركب السيخين في بعض وتمشيهم عادي، لا ده هتاخد هتاخد كده خلاص، هتاخد السيخ الثاني هنا، ولازم يكون في كاميرا في النص مربوطين عليه، بس دي كونكشن صعبة شوية تمام. لكن ال 20 سيخ دول انا هجيبهم طلبية خاصة، احنا طبعا قلنا ان الطول دي 18 تمام، فلو كده انا محتاج سيخ محدود 20 متر، ف 20 متر يجي طلبية خاصة، فانت تطلب الحاجة الوحيدة في الشد اللي هتبقى طلبية خاصة هما ال 10 سيخ دول بطول 20 متر خلاص. طيب هنيجي بقى نهايتهم هنا تمام، النهاية هنا كتير مهمة بالنسبة لي، لأن الشد بيمسك في الحتة دي، يعني الطايف بيمسك الشد في الحتة دي، فعشان كده الأربع أسياخ دول نهايتهم هتبقى إزاي هنكبرها هنا شوية. هنكبر الجزء ده. طيب بنيجي احنا عندنا دلوقتي أربع أسياخ، دول ممتدين في الاتجاه. طيب الثلاث أسياخ اللي من فوق المفروض من النقطة دي خلاص، عايز اديهم مسافة الرباط، فبننزل مسافة الرباط لتحت كده وبنروح في الاتجاه ده، دول كده لازم يكونوا 60 فار. طيب خلينا الوان عشان نعرف نفرق ما بينهم. علي 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 علي. طيب الاربع الثلاث اسياخ اللي تحت في الطايف دول هيجوا لغايه النقطه دي وهياخدوا مسافه الرباط بتاعتهم فوق، وتيجي تلاقي الحته دي صغيره فهيكمل مسافه الرباط على المائل، يبقى ده هيجي كده لغايه النقطه دي يبتدي ياخد مسافه الرباط بتاعته في الاتجاه ده. طيب يبقى لي الاثنين لونهم احمر اللي في النص دول مسافه الرباط بتاعتهم فين؟ طيب هتلاقي لو انت حاولت تنزل مسافه الرباط لتحت او لفوق هيبقى في عندنا مشكله، لان انا لو جيت للسيخ اللي لونه احمر عايز الفه بالشكل ده هتلاقي المسافه دي مش مكمله 10 سم، فانت عايز تشكل السيخ خلاص اللي قطره 22 على 20 تمام، بحيث ان السيخ يرجع ويبقى المسافه ما بينهم 10 سم، فطبيعي انك انت لو حاولت تعمل كده السيخ هيتقطر، لان عندي الجزء اللي هو الكيرف اللي هيبقى ما بين الاثنين ده نص قطره صغير خلاص، فبالتالي هتلاقيه مش موفر للكود، ولو انت عملته هتلاقيه المنطقه دي بقت ضعيفه، عشان كده اللي لونهم احمر دول ما بينزلوش لتحت او يطلعوا لفوق خلاص، دول المفروض ان انا بوديهم في الاتجاه العمودي على السبوره خلاص، في الاتجاه الثاني هاجي السيخ عندي لو فرضنا ان احنا باصين من فوق، ادي السيخ هجيبه كده ويروح كده وده هيجي كده ويروح كده، فانا لما ابص من هنا هشوف ده نقطه اللي هي دي خلاص، يبقى انا اخره هيكون في نقطه، النقطه دي بالنسبه لي انا بتمثل ان السيخ هيجي ماشي في الاتجاه ده وبعد كده هيروح في الاتجاه العمودي على السبوره ويرجع تكمله الرباط في الاتجاه التاني، ده هنعمله بالنسبه للاربع اسياخ اللي موجودين في النص بالنسبه للطاقه. طيب بعد كده عندنا اخر حاجه اللي هي الهانجر، ودول هتلاقيهم كانوا اربع اسياخ بس، سيخين هنا سيخين هنا، دول تنصبهم يعدوا لغايه فوق ودول يوصلوا لغايه
تحت، بعد كده بياخدوا مسافة الرباط بالشكل ده، مسافة الرباط طيب. طبعا عندك انت بيبقى طول الطاي المفروض ان هو لغايه السنتر، ونبتدي ناخد مسافه الرباط. لو طولته شويه فوق تمام، مش هيكون عندي في مشكله. طبعا بعد كده عندنا في الجزء اللي هنا ده خلاص هيبان التسريب بتاع البلاطه اللي هو الجزء السوليد بارت. هنا هتبان الكاميرا سكندري، وهنا هتبان الكاميرا سكندري كده. هيبقى ده بالنسبه للجزء اللي فوق. نفس الحكايه بالنسبه للبوست، هبين تفاصيل تسليفه. فهيكون عندي عباره عن تسريب كده تمام. ده كده بالنسبه للبوست. هنا في الجزء ده ممكن ناخد مسافات الرباط لفوق. في الجزء ده الحديد هينتهي هنا، لان ده بوست مش صار تمام. لا انا عندي ده هو شايل الطاي تمام، لكن القوه بتاعت الطاي القوه جوه الطاي القوه في الطاي، فلازم الحديد بتاع الطاي يفضل يونت واحده من الاول للاخر. يدخل جوه الكاميرا ماشي مش مشكله يعني. ده برضو حل يعني، هنا ده ممكن نعمله كده، بس هو هيبقى كده بس مش هيبقى في الليفل ده. ليه بقى؟ احنا عندنا كمان في هنا في الكاميرا دي تمام، فهتبان معايا كده. فهو الهانجر خلاص هنروح عاملينه كده، هنعمل ده كده، ينزل يدخل يلف حوالين الكاميرا، فيبقى شايل الكاميرا في الاساس، وبعد كده جاي عليه الطاي والجزء ده تمام. طيب لو الهانجر شايل الطاي على طول، في الحاله دي ممكن نعمل ده كده وده كده خلاص. نفس الكلام بالنسبه برضه للجزء اللي فوق، مش لازم نعمله كده، ممكن نعمله كده، نعمل ده كده خلاص، ده يديله قوه شويه برضه. طيب ده كده تسريح. وبعد كده كده تقريبا كل العناصر بتاعتنا ظهر التسريح بتاعها. طبعا المفروض عندي هنا الكاميرا السكندري الثانيه دي هتبقى هنا مش هتبقى بره. هنا هيبان في الكاميرا السكندري بتاعتنا، وهنا الجزء ده هتبان الكاميرا السكندري. طيب كده كل العناصر اللي احنا خدنا فيها القطع هيبقى ظهر التسليم بتاعها على القطع. طبعا بالسكيل والقصه اللي احنا بنحكي فيها، اكتر منطقه هنا في الحته دي ده فيها خطوط كتير، فدي مش هيبقى باينه قوي التفاصيل فيها. فعشان كده المفروض ان احنا نيجي بره نعمل حاجتين. ممكن تكبر المنطقه دي، تاخدها بسكيل 1:10 وترسمها تمام. ده اول حاجه تعملها. بس يعني مفيش مشكله نخلي الوضع كده، ونرسم التسليح لوحده يعني، نرسم تفريد الحديد بالنسبه للشد. طيب هيبقى عندي السيخ اللي من فوق بالنسبه للشد هيكون شكله كده. طيب السيخ اللي من تحت هيبقى شكله كده. طيب الطاي دول قلنا هيبقوا الأسياخ اللي من فوق هتبقى بالشكل ده، الأسياخ اللي في النص هتبقى بالشكل ده. الأسياخ اللي تحت هتبقى بالشكل ده كده تفريد الطاي. طبعا كل واحد من دول هتكتب عليه العدد بتاعه
دول بيبقوا 3 باي 20 3 باي 20 دول 2 باي 20 ودول 2 باي 20 كده المجموع بتاعهم 10 اللي فوق دول بيبقوا 4 باي 18 دول 4 باي 18 4 باي 18 دول 4 باي 18 ده كده الطاير شيب في مصر هيبقى باين عندي الهانجر ده كده تفاصيل ستيشن هانجر تقريبا مش فاكر طلع فايف كام طيب هانجر 16 4 باي 16 هيبقوا 2 باي 12 تقريبا ودول 2 باي لا تقريبا 16 عشان الوزن كان كبير مهم يعني نشوفهم دول كام طبعا ممكن ترسم مرتين بعد كده العمود عندنا هنا داخل المقبره دول كانوا 4 باي 18 بعد كده داخل المدور دول كانوا 4 باي 18 ده كده الحديد الرئيسي بالنسبه للشد تيجي هنا بقى بعد ما تخلص بقلم خفيف 3 من 10 اتش خلاص هتكتب الأساس اللي هي كان سايد بار هتبسم الكنات نفس الكلام بالنسبة للجزء ده هنرسم سايد بار ونرسم الكنات دول بنمدهم لغاية هنا دول بنمدهم لغاية هنا ده هنا بيديني عالي كده خلاص وهيك نوصل عندي لغاية السنتر هتيجي بالنسبة للسايد ترسم الكنات برضو والهانجر نرسم الكنات والحديد ده نرسم له الكنات ده كده التفاصيل كلها اللي احنا محتاجينها يبقى انا عندي كده المفروض كمان اخر حاجه باقيه المفروض ان انا اخد قطاع في الهانجر دول كانوا 4 اسياف طيب ده كده الهانجر برضو بسكيل 1 ل 10 وقطاع تاني للبوست وده يبقى برضه 1 ل 10 طيب دي كده كل اللي احنا عايزينه بالنسبه للشركه جزء عليه كونكريت دايمنشن جزء عليه تسليح المفروض ان انا عندي ده بسكيل 1 ل 20 او 1 ل 25 دول بسكيل 1 ل 10 لما تيجي ترسم القطاع كده ما تسيبوش بس مرسوم كده المفروض نكتب هنا دول 4 باي 18 ودول 4 باي 18 دايمنشن مهم جدا ابعاده هنا كام من هنا كام ده هتعمله بالنسبه للقطاعات الاهم من كده تيجي هنا تكتب لي ان ده سكشن 1 1 ده سكشن 2 2 ده سكشن 3 3 سكشن 4 4 وهنا طبعا 5 5 تيجي بعد كده تحدد لي اماكن القطاعات دي ايه دي سكشن 1 1 وده 2 2 كام ده هنا 1 1 ده 3 3 وده 4 4 وهنا 5 5 يبقى كده حددت الاماكن بالنسبه للقطاعات بتاعتي كده دي كل التفاصيل اللي احنا عايزينها التفاصيل دي مش عايزينها هنا بس اي نقطه انت بترسمه اي حاجه انت بترسمها فريم ارش سلاب ارش جدر زي ما هناخد بعد كده كل دول هتلاقي ان نفس التفاصيل دي اللي احنا عايزينها قطاع راسي خلاص القطاع الراسي بنقسمه نصين نص بناخد عليه كونكريت دايمنشن والنص الثاني بنبين عليه تفاصيل التسليح قطاعات افقيه في كل عنصر من العناصر مكتوبين في سكيل 1 ل 10 اماكن القطاعات دي فين لازم تبان القطاعات دي عليها تفاصيل لازم بتحدد عليها عدد الاسياف بتحدد عليها الابعاد
دول لازم يتمرنوا عندك في اللوحه. واخر حاجه التفريد عشان العمليه تبعد عن بعضها شويه. لما تيجي ترسم التفريد ما ترسموش بايدك، يعني احنا على السبوره طبعا عشان ما فيش مسطره، لكن انت في الامتحان وفي البيت المفروض ان ده يترسم كله مسطره مش كده وبس، المفروض ان هو يترسم تو سكيل، يعني السيخ اللي طوله هنا 4 متر انت جايبه من هناك يتنقل بنفس الطول. مش الاقيك راسم ده بسكيل 1:25 وترسم لي ده بسكيل 1:50 ويبقى صغير كده ومش باين. لا، الفكره انك انت نفس السكيل اللي انت رسمت بيه بترسم بيه من بين هنا وهنا، ودي بره بيستخدمها المفروض مهندس المكتب الفني ان هو يعرف طول السيخ قد ايه. انت عندك دلوقتي رسمت السيخ تو سكيل هنا، فما طلعت تو سكيل بره ويجي هو بالنسبه له جاب التفريده دي وعايز ينفذ الاسياخ دي، هيقيس الطول ده من هنا لهنا يضربه في السكيل دي وطول السيخ اللي انت عايزه الحته دي هيقيسها قد ايه، وبناء عليه هينفذ الموضوع. فانت لو مش رسم تو سكيل الموضوع هيكون فيه مشكله. طيب الكلام ده صعب، اتمنى ان يعني ربنا يكرمنا احمد، يعني ان احنا ان شاء الله نرسمه في السكشن ونحاول ان احنا نطلع لوحه نظيفه يعني. فان شاء الله يعني ارسموا الترابوزيتر واللوح اللي هي ان شاء الله تكون كويسه على الاقل هناك في الفصل برضه تشوفوا تفاصيل منها خلاص، ونحاول نحفزكم شويه هتطلع رابطه بتعلق هناك هيبقى له بلس 2 في اعمال السنه خلاص. ليه رحت السكشن نفسها غير درجات السكشن نفسها. طيب ده كده الترابوزيتر شيب صعب. الترم الثاني ناس كتير بتقول عليه غلس وصعب وبتاع، هو الموضوع مش صعب قوي بقدر ما انك انت لو فاهم الدنيا ماشيه ازاي هتلاقي الموضوع سهل جدا. طيب ذاتكم قليل النهارده فطلعوا لنا معلش ورقه اكتبوا لنا فيها كده، محدش يكتب حتى عشان كان عد في كده، فما يبقاش فيه رول في
التصحيح تمام. فسوريا هي لا بيحب الايه ابعاد ثابته اديك انا دايمنشن في الحاجات اللي انت محتاجها بحيث انك انت في الاخر دول يطلعوا 4 في 18 طلعتهم 4 صح طلعتهم 5 خلاص يبقى انت كده في عندك فهي الفكره نفس الحكايه برضو في قصه التركيبات يعني لو سالتوا جماعتكم مش الدفعه اللي فاتت كان عندهم الاونلاين تمام لا ما تنساش بالك احنا اول دفعه من سنتين ولا ثلاث سنين ثلاث تلت سنين تفاصيل ومين شايل مين ومين ماسك مين فالحاجات دي في الاونلاين صعبه جدا يعني لكن لو بصيت على الدفعات اللي قبليهم يعني هتلاقي موضوع انك برضه تركب حاجتين على بعض ده بيبقى فيه مشكله لكن احنا انا والدكتور يحيى يعني الموضوع مع موضوع التركيبات مش معقد مش هتسيبك تجيب فكره يعني هي التركيبات بتعتمد دايما ان هي فكره جبتها اتحللت ما جبتهاش لا علينا يعني الموضوع هيبقى مباشر وشخصية وعقلية تمام؟ طيب احنا قلنا الاسبان بتاع الترابيزويدال بيبتدي من 12 ل 16 ل 18 الاسبان بتاع الترابيزويدال بيبتدي من 12 ل 18 على اساس ان يبقى 3 في 4 متر وممكن يوصل لغايه كام؟ 18 متر فده كده الاسبان اللي بيغطيه الترابيزويدا بدون اعمال ويمكن لما اتكلمت انا معاك المره اللي فاتت قلت لك ان 18 دي يعني كريتيكال قوي في الترابيزويدا لان انا عندي كده معناها ان المسافات دي من هنا لغايه هنا هتكون 6 متر والناحيه الثانيه المسافه دي ممكن تطلع اقل من كده يعني فانت في الاخر تلاقي نفسك البلاطه اللي المفروض ان هي هولو بلوك سلاب عايز تنقل الحمل بتاعها في الاتجاه الطويل يعني تبقى البلاطه 4 ب 6 فانت عايز تنقل الحمل في اتجاه ال 6 تمام فعشان كده انك انت توصل الموضوع للاخر ليميت ده بيبقى صعب شويه في التنفيذ وعلى مدى الكتاب بتاع الدكتور يحيى هتلاقيه حلل المساله على ان هي 18 متر على اساس دي اكبر حاجه يعني دي اخر حاجه بالنسبه لك. طيب النهارده هنتكلم عن موضوع جديد اسمه أرش سلاب. طيب بالنسبة للأرش سلاب ده هتلاقيه بيغطي سبان برضه بيبتدي من 12 يوصل لغاية 16 متر خلاص؟ طيب فالترابيزويدا والأرش هتلاقيهم مشتركين في الإسبان يعني الترابيزويدا والأرش يقدروا يغطوا نفس قطعة الأرض بنفس الابعاد تمام فعشان كده هنا بقى في الحته دي كان في مشاكل يعني انا لو اديتك قطعه الارض وقلت لك ان انا عايز اغطيها لازم اقول لك ان انا عايز اغطيها بارش سلاب ولا عايز اغطيها ترابيزويدا على ان الموضوع مختلف هنا كان بيبتدي تدخل حته التركه بتاع الامتحانات ان هو يبتدي يقول لك ان التغطيه فيها شبابيك ولا ما فيهاش شبابيك تمام طيب لو احنا بصينا في الترابيزويدا فانا مسموح لي ان اعمل شبابيك في الجزء بتاع التغطيه خلاص لكن الارش لازم دي تكون بلاطه واحده ممنوع ان انا اعمل فيها اي فتحات فلو قال لي ان احنا عايزين الشبابيك بين الاعمده خلاص وفي الحاله دي انا معناه ان انا ممكن الجزء اللي فوق اعمله ارش ولو قال لي ان الجزء اللي فوق اللي هو الكفر ده مش عايز فيه اي فتحات معناه ان هو بيوديني ان انا عايز اعمله ارش سلاب فعشان كده دي كانت تركه وناس كتير تقع فيها يعني بيجي الامتحان وفي الاخر تلاقي الموضوع بتاع ان انا عايز الشبابيك فين ده بيعمل مشكله طيب لو انا لقيتك قلت لك مش عايز اي امتحانات في التغطيه نفسها معناها ان انا عايز ارش سلاب ففي الحاله دي بنيجي عشان نخلي الحل موحد بقول لك ان انا عايز المسافات اس بين الاعمده في الاتجاه الثاني بتساوي كذا
خلاص وانت عندك الاسباب، فبالتالي المفروض كلنا في الاخر نطلع نفس الحل. طيب يبقى احنا ممكن تيجي حته الارض واقول لك ان انا عايز اضبطها تمام، بس هديك تفاصيل بحيث ان احنا كلنا نمشي نفس الخطوات تمام. والله طيب حتى نفس الشنبه جه الامتحان كده وانت ما فهمتش راس السؤال او ما قريتش راس السؤال زي ما كل الناس بتعمل يعني، ورحت شفت الاسباب ورحت على طول انت فكرت ورحت حليت الرقم. في الحاله دي المفروض فعليا زيرو، بس طبعا عشان يعني الموضوع غالبا يعني كان بيحصل في اعمال سنه تمام، فبنيجي نقول مثلا هنصحح لك ده من تلتين الدرجه من نص الدرجه بحيث انك انت تلحق اي حاجه. فعشان كده راس السؤال مهم جدا تمام. طيب التفاصيل في كلام بيبقى مكتوب شويه الكلام اللي من فوق دول بيبقى فيه محل المساله وانت مش واخد بالك، فعشان كده لازم تركز في الحته دي. طيب الارش السلاب هيلاحظي مسافه او قطعه ارض الطول الصغير بتاعها من 12 لغايه 16 متر. طيب السيستم ده بيمشي ازاي؟ معلش لو حد يديني ورقه فاضيه كده. مش عليها بونص يا خليفه؟ لا انت كتبته رياض خلاص. فكرة ان هذه السلاب بتاعتي خلاص، السلاب دي هي وضعها كده، انا عايز اغطي بيها المسافه اللي عرضها هنا تمام 12 متر. طبعا انت لو سبت سلاب بالشكل ده وحسبت الدل على 10 ساعات هتلاقي البلاطه دي ممكن تتعمل متر و20 سنتي عشان ما يحصلهاش هبوط تمام. طيب احنا فكره بقى احنا هنقول نعمل البلاطه بالشكل ده تمام. فانا هعمل بلاطه في الاول بالشكل ده من اول الارض لغايه اخرها. طيب البلاطه دي عشان اسندها، اسندها ازاي؟ على الجنب ده والجنب ده تمام. فانا محتاج مكان ايدي هنا يكون فيه سبورت خلاص. السبورت ده هيبقى عباره عن كمرات، يبقى انا عندي البلاطات مرتكزه على كمرتين، واحده يمين واحده شمال تمام. طيب بقى عندي هنا هيكون فيه كمرة هنا وفي كاميرا هنا. طيب الفرصه اللي جايه على الكاميرا نتيجه انحناء البلاطه، احنا دلوقتي كنا في العادي انا حاطط كاميرا هنا وحاطط كاميرا هنا، فطبيعي ان البلاطه هتودي الحمل في الاتجاه الصغير وهيروح فيرتيكال على الكاميرا بتاعتي. لكن نتيجه الانحناء ده فانا عندي هنا في الحاله دي خلاص انا هيبقى الحمل جاي مايل تمام. مش كده وبس، هتلاقي ان انا عندي البلاطه في الحاله دي بتحاول تزق الكمرتين لبره عشان ترجع لوضعها الطبيعي. فعشان كده انا محتاج حاجه احطها هنا بحيث ان هي تشد لي الكمرتين لبره. طيب ترجمه الكلام ده ايه؟ عشان القوه دي مايله هيبقى في هنا كمرة افقيه، يبقى دول الكمرتين اللي هيشيلوا البلاطه، واحده فيرتيكال بيم والثانيه هورزونتال بيم. طيب الفيرتيكال بيم واخده الحبل كله وعايزه تنزله لتحت، فعشان كده الفيرتيكال بيم دي هتبقى مرتكزه على اعمده خلاص. طيب ما احنا دي السلاب دي كده فيرتيكال بيم، دي كده هورزونتال بيم، هو قال الهورزونتال بيم ده هنا ليه؟ وده كده عبارة عن عمود. طيب الهورزونتال بيم قلنا بلاطة مدية لحمل أفقي فبتزق الهورزونتال بيم لبره خلاص. طيب أنا عايز اعمل ركيزه للهورزونتال بيم. طيب الركيزه دي انا مش هعرف اصلها من بره، يعني مش هعرف اخلي الحمل دايما في اتجاه زي الاعمده واديها حمل لبره، عشان كده القوه الافقيه اللي هنا
مع القوة الأفقية اللي هنا بالنسبة لي ده بالرسوم تربيم حاجة أربطهم بطاي طاي يبقى أنا عندي الرسوم تربيم دي الركائز بتاعتها هتكون عبارة عن طاي والطاي طاي ده دايما لازم مكانه يجي مع مكان الأعمدة عشان السيستم ما يبقاش فيه اختلاف بالنسبة للإثبات التربيم والرسوم التربيم اللي جايين مع بعض. دي كده العناصر الرئيسية للأرش التربيم هي بلاطة. خلاص البلاطة دي هحطلها فيرتيكال والرسوم التربيم يشيلوها. طيب الفيرتيكال بيم هحط عمود والرسوم التربيم هربطها بالطاقة. بقى عندي مشكلة. الطيب بتاعه اتكلمنا ان هو صغير يعني شفنا الترابوزات الشد رغم ان يعني احمال ودورين وقصه كده في الاخر طلعت ابعاده 30 في 40 ما بالك بقى دي بلاطه ودي صعب ان احنا نعمل دور تاني بيها ومش مستغله فاللايف لود هنا هيكون ب 100 خلاص فعشان كده هتلاقي ان الطيب دايما يطلع معاك 30 في 30 فال 30 في 30 دي هتلاقيها هيحصل لها ترخي فعشان كده المفروض ان احنا شداد بنعمل اندر كل مسافه من 2 ل 3 متر وهنا دي فيها نقطه كده جدليه شويه انت عايز اشرح ان الحمل كده بتاع الطايب رايح لمين؟ رايح للسلاب خلاص احنا متعودين ان السلاب دايما ما بتشيلش كونسنتريتد لود فعشان كده في ناس بتقول لك ان هتيجي في الحته اللي هي فيها الطايب اللي هي عند العمود وهحط كاميرا مدفونة او هحط فواتير على اساس ان هي الفواتير بتشيل الحمل الكونسنتريت في ناس تقول لك لا مفيش حاجه اسمها كده ان انا احط فواتير جوه بلاطه واحمل عليها الكونسنتريت دول فبيجوا في الحته دي يبقوا عاملين بيم البيم دي شايله البلاطه البيم دي كل وظيفتها ان هي شايله الهانجر خلاص طيب هنشوف احنا هنمشيها زي كاميرا مدفونة عشان يبقى شكل الأرش ثابت ده هيكون عبارة عن الهانجر بتاعنا. طيب كده دي التفاصيل بتاعة الأرش سلاب زي ما اشتغل معاك. انت بتسأل على حاجات. لا ما ينفعش الطاي هو الحاجة الأساسية هو دخل طيب يبقى انت في الحالة دي هتجيب الكاميرا اللي هنا خلاص والكاميرا دي هتحافظ عليها ار وار هيديني عزم على الكاميرا دي في الاتجاه ده وعزم على الكاميرا دي في الاتجاه ده وتصممها نتيجة العزمين خلاص لو عرفت تعملها كده مش مشكلة لكن في أبسط صورة ان دي تبقى كاميرا منفصلة عندي تمام طيب ده كده عبارة عن العناصر الأساسية طيب بعد كده لما نرجع بقى لحتة الأرض اللي احنا عايزين نغطيها ده كده N في الاتجاه ده هناخد S بس المرة دي هنسميها S color عشان في S تاني هنحتاجها بعد كده طيب الاس بين الكلام هتبقى زي ما احنا متعودين من 4 ل 6 متر طيب في فين اس تاني بيقول الهانجر دول في اس ما بينهم هنسميها اس هانجر طيب فالمسافه ما بين الهانجر تبقى لازم من 2 ل 3 متر. بعمل ليه كده؟ هيعد هتلاصق كده عندنا النقطة اللي احنا متفقين عليها ان الحمل بتاع الهانجر رايح للبلاطة ودي حاجة يعني مش بنتفهم ان يبقى في كونسنتريت بتوجع البلاطة على طول فعشان كده بحاول بقدر الامكان اصغر المسافة ما بين الهانجر بحيث ان الرياكشن بتاع الهانجر يكون اقل ما يمكن وبالتالي اقدر حتى اعتبرهم يونيفورم لود بالنسبة للجزء. طيب دي كده المسافات اس عندنا الارتفاع ده بقى الشد سميناه اف هنسميه اف هنا الشد
انا اخترت الهيب دي بناء على نقطه معماريه ان انا عندي دور تاني فوق فبالتالي عايز المسافه تكون عاليه فاخترت الهيب في 2.5 ساعتها بناء على ان انا اخدت الاشبال على 6-8 وجبت قيمه الهيب هنا عشان نحسبها بالنسبه للبلاطه بتبقى هيب بتساوي الاشبال على 5-7. طيب دي كده الدايمنشن بتاعتي يبقى احنا عندنا الاثبات ده احنا هنديهولك خلاص المسافات دول هنحددهم لك في الامتحان لو انا اديتك حته ارض عشان كلنا نطلع نفس الحل او اقل حاجه هديك المسافه ما بين الاعمده في الاتجاه الطويل والمسافه بتاعت الهانجر دي مش هتاثر او مش هتختلف في الحل من واحد للتاني بتبقى طرقها بسيطه. الاف بتختارها الاثبات مرسوم على 5-7 فساعتها ممكن نديك شكل ونحط لك عليه دايمنشن او نقول لك ان الارتفاع بتاع التغطيه بيساوي رقم برضه ثابت عشان ما نحددش. طيب دول كده تيجي انت بعد كده هتبتدي تحل. فاول حاجه بعد ما خلصت شويه الدايمنشن دول هيبقى ناقصك شويه دايمنشن تاني صغيرين اللي هم بدايه الحل بتاعك. طيب بدايه الحل دايما احنا بنحسب الاحمال وبدايه حسابي للاحمال بيبتدي بفرضي لسم البلاطه ده في المنشآت العاديه. فاحنا هنا هنمشي عادي اللي هو نظام بلاطات وكمرات هي بلاطه مرتكزه على كمرتين بس كل الفكره احنا عاملين البلاطه على شكل ارش عشان كده انت المفروض هتبتدي تفرض سم للبلاطه. طيب في التنفيذ احنا بنغير سم البلاطه شويه ليه؟ انا دلوقتي عايز اخف الديد لود فعشان اخف الديد لود بتخلي البلاطه مالهاش سمك واحد لان البلاطه اصلا طولها كبير فعشان كده دايما بنيجي نقول ان ايه؟ البلاطه فوق هنا سمكها هنفرضه 10 سم باقل نقطه اللي هي التوب يعني نيجي هنا نفرضه 12 سم وعند الفوت هنا نفرضه 14 سم. الابعاد تيجي بقى انت تتعامل مع السمك هتلاقي عندك ثلاثه ففي الحاله دي بتعمل ايه؟ هتروح تاخد السمك المتوسط اللي هو 12 وده هنفرضه سمك ثابت للبلاطه وتعامل مع ال 12 يبقى هنتعامل مع تي اس افريج بتساوي 12 سم. طيب الحمل تزوده لو انت شايف البحر كبير عايز تخلي فوق 12 14 16 مفيش مشكله بس تاخد ثلاث بقى حته ال 16 دي لان هنا كده مش هتنفع شبكه واحده للبلاطه لازم تكون البلاطه شبكتين عشان السمك اكتر من 16 شويه فعشان كده ما تحاولش ان احنا نروح نعمل كده من البدايه لا انا عندي هاخد 10 12 14 متوسطهم 12 وهمشي في التصميم لقيت في الاخر دي طلعت 16 احط لها شبكتين لقيتها طلعت 14 زي ما انا فرضها يبقى في الحاله دي مفيش كده بالنسبه لي. طيب دور كده المسافات والابعاد اللي هبتدي افرضها. طيب في نقطه ثاني شويه قوانين كده المفروض ان احنا خدناهم قبل كده بتاعت القرش خلاص فانت لازم تعرف القرش ده نوعه ايه. عندنا نوعين تمام في القرش اللي هو البارابول قرش وفي السيركولر قرش خلاص. طيب اللي انا محتاجه من قوانين القرشات انا لازم اعرف الطول من هنا لغايه هنا كام عشان ده هيفيدني في احتساب الوزن. تاني حاجه هحتاج اعرف ارسم القرش ازاي خلاص عشان اعرف ارسم القرش لازم اجيب مجموعه نقط. طيب سيركل القرش سهل شويه انك انت ترسمه عندك نص قطر الكوره اللي واخدين منها القرش تمام فانت عندك ار كابتن ففي الحاله دي كان زمان يعني كان يقول لك عايز انك انت تجيب تقوس ضغط خلاص وبعد كده تجيب خيط وتربط الخيط تربط فيه القلم
بدل ما يكون سيركلر ارش. بس في الحالة دي انت هتحتاج شوية حسابات في الاول بحيث انك انت تحدد المركز. خلاص بعد ما تحدد المركز هتيجي على اللوحة تلاقي مركز غالبا بيطلع بره البوردة، فتجيب كمالة للبوردة عشان ترسم. تمام؟ طيب دي طريقة. الطريقة الثانية انك انت تعرف تحسب الارتفاع بالظبط الارش قد ايه خلاص من سنتر لاين بتاعي. المسافه دي بنسميها واي. واي دي بتتحسب بناء على نص القطر والاسفان والحاجات دي كلها. فانت تقدر تحسب واي، تحسب كذا واي وتوقع نقط، وفي الاخر تمسك الفرنش كيرف وتروح جايبهم كلهم مع بعض. فاحنا طبعا موضوع الخيط وكده ده مش هنحاول ان احنا نروح فيه، لان انت عندك اصلا الار دي هتلاقيها تطلع رقم كبير، يعني تطلع 70 80 سم وهي الراحه اصلا مش مكمله. فاحنا هنحسب الواي. طيب عشان كده عندنا بالنسبه دي البرابلا، تمام، كده بنقول المعادله بتاعت الواي كانت بتساوي وانا هحسب هنا المسافة دي انا خدت 2 متر، فالباقي منها عبارة عن المسافة على ال تربيع. ده كده يديني ارتفاع البرابلات. المعادلة دي بقى غريبة شوية بنستخدمها كنا في الاستراكشر لما نيجي ال دبليو سكوير على 8 دي بالنسبة لي المسافة في النص بالنسبة لي للبرابلة بتاعت الحمل. لكن على الأطراف لو انت احتجت تحسب القيمة بتاعت البرابلة بكام فالمفروض ان المعادلة دي شغالة معاك. طيب دي كده الواي. بعد ما حسبت اكس دي المسافه دي اللي انا بحسبها، بحسب المسافه وببتدي احسب عند كل مسافه. طيب انت بقى بالنسبه لك المسافات اللي انت هتختارها فين؟ هتيجي من هنا هتحتاج قصه المسافه بين الهانجر من الاول. طبعا عشان ترسم ممكن تاخد عدد لا نهائي من النقط، ممكن تمشي 2 من 10 2 من 10 هتقعد بقى تخلص الامتحان وانت لسه بتحسب ارقام الكيرف بتاعه ازاي. ممكن تحسب كل نص متر، ممكن تحسب كل متر، ممكن تحسب كل 3 بس مش هيطلع معاك قوي. لكن احنا ممكن نثبت الموضوع ده ان احنا هنحسب عند كل هانجر. انت كده كده هتحتاج ترسم سنتر لاين للهانجر، فالسنتر لاين بتاع الهانجر ترسمهم وتوقع عليهم النقط. خلاص احنا خدنا الهانجر كل 2 متر يبقى انت بتحسب كل 2 متر. خد اكس ب 2 4 6 لغايه ما تخلص الهيل كلها. وما تيجي تحسب ما تبقاش دقيق قوي، يعني ما تتعبش نفسك وتقعد تحسب للكل، هو متماسك خلاص. فالاثنين هنا لما انت حسبت 2 هي نفسها الهانجر للناحيه الثانيه. فعشان كده تحسب لغايه النص بس وتاخد النقط اللي لها الناحيه الثانيه. طيب الحالة دي اس هتساوي ده هو الطول، طول الارش هيساوي 2 جذر اف مضروبة في 2 ار. لا سوري دي تاني بس هتساوي ان واحد ناقص 3 على 8 افتح على ال كل تربيعه. ده اللي هو عباره عن الواي 4 اف في اكس على ال تربيع في ال ناقص اكس، والاس هتبقى بتساوي ال مضروبه في 1 ناقص 3 على 8
سوري 8 على 3 يا عم حرق يعني كده اربع على واحد يا جماعه احنا بنطول اقل هو اكبر 8 على 3 ارفع على الايد الكل 40. طيب المفروض ان هنا الرقم ده بيطلع واحد وحاجه بتضربه خلاص في الطول فيدينا الطول بتاعنا كده تمام. طيب في ناس كتير واحد ان هو بيتراوح من 1.1 من 10 ل 1.2 من 10 فانت في الامتحان لو حسيت ان الرقم ده غلط المفروض ان هو يطلع في الحدود دي. ففي ناس كتير قال لك تضرب 1.1 من 10 على طول كحل تقريبي يعني خلاص. فانت ممكن لو اتزنقت الرقم ده ممكن تلاقيه في حدود 1.1 من 10 ده كده بتحسب منه. طيب لو المثل الاول سؤال في حساب عشان ترسم برابول كان بقى جزء سيركلر طيب عندنا هنا واي هتساوي الجذر التربيعي لار تربيع زائد ناقص اكس تربيع. طيب الار دي نص القطر اللي المفروض هنرسم عليه ده انا كنت قلت لك من شويه لو معاك كنت قدرت ترسمه على طول خلاص. وفي الحاله دي الاس بتساوي 2 جذر ابن مضروب في 2 ار ناقص دول هنحتاجهم امتى؟ المعادلات دي خلاص هتحتاجهم في الاول هتحسب الواي بس الواي دي القصه دي بعيده شويه دي اخر حاجه انت هتحتاجها لما تيجي ترسم اللوحه عشان ترسم البرابولا بتاعت الارش ماشي. لكن اللي انا هحتاجه دلوقتي هو مين؟ الاس عشان هيفرق معايا في قصه الوزن بالنسبه للارش. طيب كده انا عندي خلاص عارف الاس بكام ومعايا الفروض اللي فرضناها هنا كنا كمان فرضنا ان في اس بتساوي 12 سنتي كده اقدر ابتدي احسب الاوزان. طيب بس قبل ما تبتدي تحسب الاوزان لازم تحدد الاوزان بتاعتك اللي انت هتحسبها دي محتاجها ازاي وتحدد السيستم بالنسبه للارض. فالسيستم اللي احنا هنشتغل عليه خلاص هيكون عبارة عن 3 هنجد ارش خلاص هنعتبر ده 3 هنجد ارش. طيب المفروض ال 3 هنجد ارش جميل ده هتيجي تحسب عليه الوزن فالدي اللود هيطلع عندنا بالشكل ده ده هيبقى الدي اللود بتوزع على كامل الارش اللي احنا حسبنا له اس بكام. طيب اللايف لود هيبقى بالشكل ده. طيب اول خطوه هنعملها ان احنا هنلغي الديد لود ونحسب الديد لود ريزولتال خلاص هنحسبه على الافق. طيب كده في عندي الديد لود واللايف لود الاثنين متوزعين على الافق في الحاله دي لو احتجت ان انا اجمعهم هجمعهم مع بعض. طيب الارش بالشكل ده لو جينا حملناه خلاص احنا اللي لونه احمر ده مش هيبقى موجود معانا هيبقى عندي الاحمال جي هوريزونتال مع بي. لو جيت انا حملته بالشكل ده كامل على على الطول كله في الحالة دي المفروض إن المومنت عليه هيساوي صفر بس هيديني أكبر فورس نورمال موجودة جواه هنا تمام. وبالتالي دي لما أحللها هتديني أكبر قوة تيجي على الهوريزونتال بيم وأكبر قوة تيجي على الفيرتيكال بيم. طيب فدي كده حالة تحميل يبقى عندنا حالة التحميل في الأول إحنا نحمله توتال. طيب جم برضه قالوا إن إحنا لو حملنا النص بس في اللايف لود اساسا انا احاول اعمل احمل ابسوليوت ففي الحاله دي لما اجي احمل النص بس هيظهر مومنت على البلاطه خلاص. انت البلاطه دلوقتي في الشكل ده مضغوطه فالمومنت عليها بيساوي
صفر، لكن انا شلت جزء من الحمل اللايف لود وبقيت الحمل جاي من ناحيه واحده، فالضغط بتاع الحمل على البرش الناحيه دي هيورد مومنت على البلاطه كلها. المومنت ده شكله بيبقى كده تمام. هناخد معدل نحسب منها المومنت ده قيمته كام. طيب لما اجي اصمم البلاطه هل اصممها على نورمال بس كبير شويه ولا نورمال زي ال تمام، لان انا هلزق الحته بتاعت اللايف لود دي واصممها على مومنت ونورمال. مين الورست كيس في الموضوع ده؟ مومنت ونورمال. فعشان كده انا بصمم البلاطه هيبقى في حاله تحميل ان انا هحمل تيزود ده طبعا معايا على البلاطه بالكامل مش هقدر اشيله، في اللايف لود هحمله على نص بس وهدور على قيمه المومنت اللي هيظهر معايا هنا وهصمم البلاطه على نورمال وبيندنج. طيب خلصت تصميم البلاطه هركن الحاله دي على جنب واجي اعمل حاله ثانيه ان انا هحمل توتال وبالتالي يروح مديني هنا اكبر نورمال واما حلله يديني اكبر قوه فيرتيكال واكبر قوه هوريزونتال. طيب يبقى التحميله الثانيه هجيب البي وهجيب الاتش ومنهم هقدر اصمم الفيرتيكال بيم والهوريزونتال بيم. بعد ما اصمم الفيرتيكال بيم والهوريزونتال بيم هاجي من الفيرتيكال بيم هجيب الرياكشن تمام، هيبقى ده الحمل اللي رايح لمين؟ للعمل. طيب هاجي من الهوريزونتال بيم احسب الرياكشن، فده الحمل اللي هيبقى رايح فين؟ للطاير بالظبط كده. فيبقى انا كده اقدر اصمم الفيرتيكال كرف واقدر اصمم الطاير. طيب بعد ما بخلص كده انا خلاص صممت كل دول، هنيجي في الاخر عندنا الهانجر، هتختار الهانجر بناء على ابعاد الطاير تقدر تحسب الهانجر ازاي قد ايه وتصمم الهانجر. خطوات تصميمه ثابته، تغيير شكله صعب شويه، عمرنا ما هنقدر نغير شكل الارش، هو سيستم شبه ثابت تمام. فعشان كده شويه بيعتبروه اسهل من الترابيزيتال، لان قصه البلاطات والترابيزيتال الموجوده فين كانت بتعمل مشكله. كل حل او كل فكره للبلاطه ليها حل مختلف، يعني كل واحده بمساله. لكن عندي هنا السيستم لو احنا ثبتنا البعد ده خلاص تقريبا الجزء اللي فوق كله هيطلع بنفس الابعاد، خطوات ثابته في الحل. المره الجايه هنتكلم ازاي احسب البي والاتش، ليهم قوانين برضه مش موجودين في كتاب الدكتور شاكر برضه. خلاص ما دول خططهم هنبتدي بيهم المره الجايه. حل الارش سلاح ان شاء الله المره